اهلا بحضراتكم مره تانية. تابعنا معاكم دلوقتي كده اليوجا والتمارين الصباحيه اللطيفه. قد ايه الجو بيبقى لطيف الصبح ومناسب قوي للتمارين دي، لكنه الحقيقه انه في تغير كده في حاله الطقس، يعني على الرغم اللي احنا شهدناه الاسبوع الماضي من امطار كثيفه، لكنه النهارده هيكون في ارتفاع في درجات الحراره، هيكون الطقس مائل للحراره على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشماليه. حار على جنوب البلاد، ليلا هيكون الطقس مائل البروده على كافه الانحاء. ده مشكله طبعا، احنا يعني بيخلينا مره نلبس لبس تقيل مره نلبس لبس خفيف، يعني ربنا يستر طبعا الفتره دي، لان تغيرات الجو بتؤثر على الانسان طبعا. هيئه الارصاد الجويه اوضحت ان النهارده السبت هيبقى فيه شبوره مائيه صباحا، لكن على الطرق المؤديه منه الى القاهره الكبرى وكمان الوجه البحري، السواحل الشماليه، مدن القناه، وسط سيناء، شمال الصعيد، شعب عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري. وكمان عندنا زي ما احنا شايفين كاميرتنا الاخراج عمار والاستاذ ايهاب عزام، الاستاذ احمد معوض طبعا قياده ثلاثيه في الاخراج، والاستاذ جابر المصري معانا النهارده جايبين لنا كاميرتنا. لازم طبعا نشيد بطقم الكرو بتاعنا اللي بيخرج دايما الى خارج مزبيرو، وجايبين المناظر الجميله دي اللي بنشوف فيها حاله الطقس وحاله الجو، وكمان في نفس الوقت الحركه المروريه الجميله. يعني احنا قاعدين في الاستوديو بنحس بقى بالجو الجميل المعتدل مع ان في ارتفاع في درجات الحراره النهارده. دي طبعا التفاصيل الخاصة بهيئة الأرصاد، لكن بيان تفصيل درجات الحرارة هنشوفه مع حضراتكم دلوقتي.